إحدى أكبر سفارات الولايات المتحدة في العالم، تلك التي اقتحمها مشيعو شهداء قوات الحشد الشعبي، ما جعل العلاقة مع واشنطن بالغة التعقيد وشتت المواقف العراقية تجاه ما حصل. إلا أن هناك إجماع على أن العراق بات ساحة لتصفية الحسابات. اليوم شاركت تقريبا كل فصائل الحشد الشعبي تضامنا مع أخواننا الشهداء اللي استهدفتهم القوات الأمريكية. المتابع للموقف العراقي يرى أن ما حصل يترجم غضبا عارما تجاه واشنطن تفجر عقب قصف قوات الحشد الشعبي في القائم، والذي اعتبرته الجهات الحكومية العراقية استباحة للبلاد وانتهاكا لسيادتها. فيما يشدد الموقف الأمريكي على أن الأمر لا يخص العراق مطلقا، حيث أكد ترامب أن إيران هي من خططت للهجوم على السفارة، واختصرت واشنطن الأحداث بصراعها مع طهران. القوات الأمريكية لم تلتزم بالاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا، وأخلت بهذه الاتفاقية واستهدفت الجيش العراقي واستهدفت الحشد الشعبي الأبطال. وبالنظر إلى تداعيات ما حدث، يرى مراقبون أن ما حصل قد يؤدي إلى تغيير في مجرى العلاقة مع واشنطن، ويضغط باتجاه إخراج القوات الأمريكية، خاصة وأن الولايات المتحدة التي عادة ما تبرر وجود جنودها في العراق بطلب الحكومة العراقية استهدفت فصيلا عراقيا رسميا خاضعا لإمرة القائد العام للقوات المسلحة.